وعشان لكل شيء سبب، وعشان قررنا نقول لكم القصه من اول ما بدات ازاي، كان لازم ينضم ليا الصحفي المحترم اللي كان سبب في ان احنا نوصل لمكه ونعرف حالتها. هو السبب، هو اللي خلينا نتواصل معاها لحد ما قدرنا ان احنا نتبنى حالتها ببرنامج اطفال ولكن، ونوصل للخطوه اللي احنا فيها النهارده. فخلينا نرحب بالصحفي يونس محمد. اهلا بيكم منورنا، وجزاك الله خيرا على اللي انت عملته. اهلا بيكي، ومبسوط اللي انا معاكم النهارده اللي احنا جايين في زياره لمكه، ومبسوط شاشه المحور اللي هي مشاركانا في حاله تبني الطفله مكه. والحمد لله حضرتك المفروض ما تشكرنيش على حاجه، يعني اي حد مكاني او اي انسان طبيعي كان هيشوف حاله مكه والصور مجرد ما اتبعتت له هيتحرك يساعد باي حاجه، يساعد باللي في ايده، يساعد اللي هو يكلم حد، غصب عني تلاقي الانسان ابتدى يتحرك. بس ده يخليني اسالك يا يونس، لما بتشوف حالات زي كده وبتقابل حالات زي كده، ايه اول حاجه بتيجي في دماغك؟ اول حاجه بتيجي في دماغي ازاي وصلت لكده، او يعني هو اسره مكه لما تواصلت معايا قالوا لي هم مروا على كذا مستشفى وكذا مستشفى، وكل السبل اللي هم واخدينها سواء من ابتدوا من الصعيد لغايه هنا في القاهره، البيبان كلها اتقفلت في وشهم، بالرغم ان حاله الطفل مجرد ما بعتوا لي الصور حالتها صعبه جدا. فهي تحرك مشاعر اي انسان او تخلى اي حد لو هو انت فين هتتحركي وتحاولي تساعدي الاسره، خصوصا اللي هم اسره بسيطه، يعني انت شايفاهم برضو ناس مش من المحافظه اللي انت فيها، جايين من بلد تانية، تحاولي تساعديهم باي حاجه. وهم كانوا على فطرتهم جدا، يعني هم كل اللي عايزينه مساعده حل مشكلتهم، هم ما بيكلموش في محاسبه المسؤول، هم بيتكلموا عايزين ننقذ حياه بنتنا، عايزين حد يفهمنا بنتنا بس هتعمل ايه. هو ده اللي خلانا في بدايه الموضوع اللي انا اتحرك وابتدي اشوف ممكن نساعدها بايه. وبالفعل اول ما ببعتوا لي الصور، انا عارف اللي حضرتك وبرنامج اطفال ولكن عامله بروتوكول مع مستشفى الحسين الجامعي، تواصلت معاكي وقلت لك في حاله للطفله مكه، انت طبعا شفت الصور، وفي بدايه الامر حسيت اللي هو الموضوع يعني اكبر من مستشفى الحسين او اكبر من اي مستشفى حكومي في مصر. ونزلت حضرتك البوست وانا نزلت عندي الخبر في جريده التحرير، بس كانت المفاجاه لينا اللي هو تسهيل من ربنا، انا شايفه كده اللي هو ربنا مقدر للطفله اللي يسهل لها كل الامور. ولقيت الدنيا كلها كل المسؤولين بتتواصل من جانب حضرتك، طبعا مستشفى الحسين اتواصلت معاك والدكتور وائل عياد بعت قال انا هاخد الحاله، ومن الناحيه الثانيه مجلس الوزراء تواصل، المحافظ تواصل مع جريده التحرير، وكيل وزاره الصحه في المحافظه تواصل معانا، لقينا كل الجهات سواء الحكوميه الرسميه او سواء المجتمع المدني ابتدى يتحرك لمساعده الطفل، ومن الناحيه الثانيه لمحاسبه المسؤول عن كده. فده خلانا الحمد لله بيجي باور جوه الانسان يخليك انت مش مصدق اللي حاجه، انت كنت فاقد الامل او مش حاسس ان انت ممكن تساعدهم بايه، تلاقي الدنيا كلها بتتحرك معاك. وده بفضل طبعا ناس كتير واللي دعوا لمكه واللي شاركوا في اللي هم حتى شيروا وعملوا شير للبوست بتاعنا. انا بشكرك، ولازم كنا نشكر الصحفي يونس محمد لان هو فعلا تواصل معايا بشكل شخصي وقال لي لازم ان احنا نتبنى حاله مكه، وبالفعل باذن الله طبعا وفضل ربنا قدرنا نتواصل ونسمع صوتنا للمسؤولين، والمسؤولين استجابوا بالفعل. وعشان كده عايزه اطمن حضراتكم ان القصه ما انتهتش، حق مكه هيرجع باذن الله، هيرجع كل حد قصر في حق مكه من اول ما بدات القصه لحد النهارده حقها هيرجع منه. ربنا يكتر من امثالك، بشكرك، ودايما يا رب نلاقي شباب زيك ايجابيه كده وعايزه تعمل حاجه لبلدها. بس ان شاء الله بخير، وانا بشكركم وان شاء الله كلنا هنطمن على حاله مكه بينا دلوقتي. يلا بينا بقى نروح نشوف حاله مكه مع دكتور وائل عياد. اشكرك. وزي ما بدأنا من أول الحلقة النهاردة بنتكلم عن حالة لطفلة تعرضت لإهمال طبي شديد جدا أدى بحياتها إلى الخطر وخلاها عندها مشكلة كبيرة جدا، بنحاول بإذن ربنا تتعالج في أقرب وقت. بس خلونا نسمع القصة كاملة من مامتها وعمها، القصة بتفاصيلها عشان الطفلة دي تبقى نموذج لأطفال كتير والأهالي كتير ممكن ما يبقوش عندهم وعي ويأذوا ولادهم. فخلونا نسمع قصة مكة كاملة من مامتها. أهلا بحضرتك. اهلا بيك. طبعا في البدايه عايزاكي تكوني قويه وربنا هيكون معاكي ان شاء الله ومكه هتقوم بالسلامه، لكن انا عايزاكي تحكي لي التفاصيل، ايه اللي وصلنا للي احنا فيه ده؟
وصلنا يعني ابتدي من اول من اول ما بديتي، اول ما عرفتي ان مكه وهي سنه وشهرين لقيتي عندها وحمه زي ما حضرتك ذكرتي، فقولي لي بقى. انا ما كنت رايحه تعبانه يعني، راح اكشف نسا عند دكتور النسا اللي انا والده مكه عنده. فلما رحت خدت مكه معايا كانت الزهراء لها حبايه شفتها المنفوه فاخذتها فمع استشير، وبعد ما كشفت انا وكتب لي الروشته بتاعتي، فانا وطالعه رجعت معقول يا دكتور لو سمحت شوف لي ايه اللي طالع المكه دي. فبرضه قام الدكتور ومسكها وبص فيها وشافها قال لي لا دي حاجه بسيطه ده كيس دهنه ويتعمل يعني وعاده. فقلت له لا طب خلاص ما دام مش هيجيب مشاكل وكده لسه هي عندها سنه وشهرين منها تكبر ابقى اعمله لها. راح قال لي لا ده من الافضل انه يتعمل دلوقتي لانه قال لي عشان ما تسيبش اثر في وشي والغرز يعني اما تتعمل قال لي بشرتها تشد وهنا ما تسيبش اثر فمن الافضل تتعمل. قلت له خلاص ماشي طب تتعمل فين؟ قال لي لا معلش حضرتك قلتي لي انا كنت تعبانه، ايه علاقه الدكتور اللي انت بتكشفي عنده بمكه؟ ما هو دكتور نسي. وانا كنت تعبانه ورايحه اكشف نسا يعني. فانا مع استشيره مع وريها له يعني اقول له ايه دي يا دكتور مع اقول له شوفها يعني ايه هي ده. فالدكتور مسكها الدكتور وبص فيها قال لي لا ده كيس دهنه يعني وحاجه بسيطه يتعمل فين يا دكتور؟ قال لي انا اعمله لك يعني الدكتور نسا هو اللي هيعمله. فاتفق معاه انه خلاص بعد العياده انا اشيلها لها يعني ودي حاجه بسيطه وما تقلقيش وكده. رحت على الميعاد للدهون الساعه 10 رحت خلصت العياده. هو بعد ما تخلص العياده يبتدي عمليات لانه اوضه العمليات جنب العياده بتاعت يعني اوضه الكشف من ناحيه والثانيه هي الناحيه بتاعت العمليه. فرحت وعملها له دخل يعني كتب لي ورقه بالطلبات جبناها من الصيدليه ركب لها هو الكل مش عارفه قالوا له ودا حقنه البنج ودخلها هو واللي يعني شغاليني معاه في العياده عملها له. وبعدين قال لي نفس يعني اليوم اللي رحت له فيه قال لي في نفس الميعاد تعالي افك لها ايه الغرز. رحت بعد ما تفكت الغرز بعدها يمكن ما كملتش 10 ايام بدات تظهر. رجعت رحت له يا دكتور ده حاسه بورا قال لي لا ما تقلقيش ده اكيد دي تاثيريه العمليه يعني معبقى هديكي جاهزه الدواء بتاعت التهاب وتورم دي هتبقى كويسه. اللي خد منك كام بقى عشان يعمل لها العمليه دي؟ هو الدكتور واخد 1100 وغير البنات يعني الممرضات اللي معاه. هو الدكتور ياخد الفلوس ويقول لك ادي البنات اللي هم شغالين يعني راضيهم للبنات اللي شغالين كمان. وبعدين رحت رجعت له تانا يا دكتور خلصت جائزة الدواء والبيت كل ماله يزيد الورم. قال هو صح الورم زاد عن الاول فخلاص تعالي لي تاني ونعمل عمليه تاني ونشوفوا ايه يعني اللي حصل من جوه ونعمل لك عمليه تاني. قلت له انا كنت جاياك ما كانش فيها حاجه وبقت بالحجم ده ما لما تعمل تاني هتبقى ايه. فما رضيتش بصراحه اروح له تاني. رحت الدكتور جراح عام قال لي لا ده مش تخصصه ده دي عايزه تجميل. رحت لكذا دكتور تجميل طلبوا مني اشعاعات رنين ده كله في محافظه سوهاج. انت لسه جوه محافظه سوهاج ما خرجتيش. رحت عايزه اشعه الرنين لقيتها سالت لقيتها غاليه جوه. راحوا قالوا لي حتى الدكتور يعني بصراحه قال لي حرام انت تعمليها وغاليه عليك روحي للمستشفى واعمليها هناك يعني مستشفى الجامعه فهناك تروحي لازم تاخدي معاد والبيت كل يوم ويزيد الورم يعني الورم ما خسيش زايد تاخدي علاجه زايد ما لقيت ما فيش فايدة. دين رحت لدكاترة التجميل كل دكتور يديكي 4 أسابيع علاج والحجم ما يزيد برضو البيت ما متقدمش خالص. صراحة احنا ما شفنا المنظر وعملنا الإشاعات وأثبتت انه الدكتور يعني غلط هو وكده فاحنا بصراحة قلنا نشتكى عشان حرام حق البيت ده. فروحنا واشتكينا وبعدين حولونا طب شرعي سوهاج وبعد طب شرعي سوهاج راح حولونا طب شرعي القاهرة. فجينا كانت هي دي بداية واحنا جايين عشان الطب الشرعي برضه. فأول ما جينا هنيتاي راح عمها يعني قال انه ايه في مستشفيات هنيتي حكومي وكده هنروح عشان كده هروح لعمها. وقولي بقى اتفضلي احنا لما رحنا الطب الشرعي
فالدكتور دخلنا يكشف على البيت، فاشتغل النزيف. اول ما جاي يلمسها هي بنتي، بصي اقل لمسه فيها ما تشتغل نزيف على طول. فاول ما اشتغل النزيف قال اطلعوا بيه على القصر العيني بسرعه، لانه البيت ممكن تضيع منكم بالنزيف دي تخلص وهي ضعيفه. رحنا القصر العيني وقالوا ما فيش قسم اطفال، روحوا مستشفى بالريش. فمستشفى بالريش هيكمل لك عنها اللي حصل هناك. ودلوقتي زي ما حضراتكم سمعتوا من الام، البنت اتعرضت لاهمال طبي شديد جدا من دكتور نساء وتوليد مش تخصصه، وقرر يعمل لها العمليه وقال لها لازم تتعمل لانه كيس دهني. وعمل لها العمليه وراحت له بعد 10 ايام وقالت له في ورم والورم بيزيد، قال لها ما تقلقيش ده امر طبيعي جدا بعد العمليه. والورم فضل يزيد وعرض عليها يعمل لها عمليه تاني. طبعا الام زي ما قالت خافت جدا وقالت له اذا كان المره الاولى حصل فيها كده هستنى ايه اللي تاني يحصل. وبعد كده ابتدوا يعملوا محاضر ويشتكوا في محافظه سوهاج لحد ما جم القاهره. وهنبتدي مع عمها اللي هيحكي لنا تجربتهم في مستشفى بوريش. اتفضل. انا من اول ما رحنا القصر العيني وما كانش فيه اسعافات اوليه، مفروض يبقى فيه اسعافات اوليه عشان العيال الصغيره دي البيت بتنزف. رحنا دخلنا بوريش، واحنا داخلين على الباب بتاع بوريش راح الامر راح مسك فيني عايز يدخل الحاله بس. والبيت لمؤاخذه امها ما تعرفش حاجه، لسه جايه من البلد ما تعرفش حاجه خالص في مصر. فمن اول واحنا داخلين راح الامر راح مسك فيني، قلت له خلاص دخل ابوها ودخل لمؤاخذه دخل امها وانا واقف بره معاك. راح قال لي لا برضه كبعد بعيد عن الباب. راح مسك فيها الامر، الامن مسك فيها لمؤاخذه، راحوا متلمين علي الامن انا وابوها. الامن لمؤاخذه ضربونا الامن. الكلام ده كان يوم الثلاث، يوم 23 الشهر اللي فات. دخلونا مكتب مدير الامن بتاع المستشفى، راح عملوا لنا محاضر. عملوا لنا محاضر سابوا البيت متلقح، قلت لهم انا معاكم. طلعوا البيت، دخلوا البيت للدكتور وخلي ابوها يطلع معاه وانا معاكم، انا قاعد معاكم في اوضه الامن مش ماشي. راح قال لك لا اول، طلعوا البيت راحت للدكتور. بنت من اول ما راحت للدكتور امها لمؤاخذه قاعده تلف قاعده تجي 4 ساعات ان الدكتور يكتب لها لمؤاخذه على اسم اشاعه ولا اسم دواء ولا اسم اي حاجه ولا راضي يبص للمره. المره لمؤاخذه كل شويه اقول لها يا دكتور بص على حاله بنتي، يا دكتور يا دكتور البنت تعبانه. راح قال لها فين الاشاعات والتحاليل اللي معاك؟ قالت لها الاشاعات والتحاليل احنا سلمناها في النيابه. كانت تقول لي بس الاول كان بالمنظر يعني انتوا رايحين بيها وهي المنظر بتنزف غرقت المستشفى دام امها. فبقول لك اكتب لي يا دكتوره الاشعاعات والتحاليل بتاعتي اللي انت عايزها. راح قال لها فين الاشعاعات والتحاليل بتاعتك؟ راح قالت لها الاشعاعات والتحاليل دي راحت النيابي. راح قال لها خلي النيابه تعالج بنتك. الكلام ده كان يوم 23. المهم قعدت تيجي 4 ساعات هم طلعونا من اوضه الامن عملوا لنا محضر صلح وراحوا لمؤاخذه راحوا ماشيني. جينا قعدنا نلف بيها على الدكاتره هاني لمؤاخذه لفينا على الدكاتره. كل ما نروحوا مستشفى لا اقول لك 50 و60 وعايز الدكتور يعملها لك ب50 و60 وفي مستشفى عام. المهم لغايه ما احنا تعبني في القصه دي ورحنا هي رحنا لفينا ورحنا دورنا على حضرتكم وقعدت نتراسل معاكم على قناه المحور لغايه ما قابلنا حضرتكم. بس انت حضرتك من شويه بتلومي ان ام البيت ازاي دكتور نسى يعمل لها العمليه، صح كده؟ طب بص على اليافطه بتاعت الدكتور، اليافطه بتاعت الدكتور مكتوب عليها مركز جراحه نساء وتوليد وعقم. مفروض مركز ده ليه مواصفات وليه مساحات. مفروض كلمة جراحة دي ليها شهادة، كلمة نسا وتوليد ليها شهادة، كلمة لمواضع عقم ليها شهادة، في الأربع شهادة بتوعها. يعني هو معروف في محافظة سوهاج إن هو بيعمل أي جراحة. المفروض برضك وزارة الصحة تلف اليوفط اللي محطوط عليها الدكاترة دي، إحنا مفيش دكتور عندنا في البلد مش هيقول لأي حد يخش يكشف، لا، أي حد يكشف أي حاجة يخش طالما يدفع فلوس هيكشف. المفروض برضك التمريض اللي عند الدكتور ديتي. لمؤاخذة مفروض التمريض ديتي يا اما خريج كلية التمريض يا اما معهد تمريض، مفروض المعاهد الخاصة دي مفيش. العيال اللي شغالة عندها دي كلها دبلومات ومن غير دبلومات. الصيدلية اللي تابعة اللي بره دي برضك لمؤاخذة كلها دبلومات لعيال. الرشيدة بتاعت العلاج دي ممكن لمؤاخذة تلاقي اسمين دواء شبه بعض. العيل ابو بتاع الدبلوم ديتي مش هيعرف اسم الدواء من اسم الدواء ديتي، شبه يعني ممكن تبقى غلطة في حرف. لمؤاخذة عندنا في الصعيد حالات كتيرة متدمرة. فاهمة حضرتك عشان أنا طبعا عندي وقت والموضوع كبير جدا وفي سوهاج في إهمال ملوش حدود وملوش أول من آخر، لكن أنا كان يهمني جدا إن احنا نتكلم عن مكة. زي ما حضراتكم سمعتوا من الأم ومن عمها مدى الإهمال اللي اتعرضت ليه مكة على مدار 4 شهور. 4 شهور في سوهاج بتعاني لحد ما جت القاهرة، وللأسف برضو عانت لحد ما قدروا يتواصلوا معانا، وكنا احنا سبب في ان احنا نوصل صوتهم ونقول ان الطفلة دي محتاجة رعاية، الطفلة دي محتاجة حد يسمعها، حد يتولاها. رغم ان انا مستغربة جدا مفيش طبيب عنده رحمة،
مفيش طبيب من الأطباء اللي شافوها على مدار 4 شهور شاف المنظر اللي البنت فيه، قرر برحمته مش بعلمه إنه يتولاها. ده صراحة كانت حاجة لازم تستوقفني جدا من كلامهم، ولسه هنكمل معاكم، وحبينا إن احنا نوريكم القصة كاملة بعد ما تناولناها على السوشيال ميديا. قصة مكة مش جديدة، أنا عملتها على السوشيال ميديا وكل الناس عرفتها وكل الناس شيرت فيديوهات مكة، لأن مكة فعلا بقت قضية رأي عام، والحمد لله المسؤولين استجابوا، والحمد لله المسؤولين تواصلوا معانا، ومكتب مجلس الوزراء بنفسه تواصل مع أهل مكة لحد ما ربنا كرمنا وقدرنا ندخلها مستشفيات تبع مستشفى طب الأزهر. عشان كده هنفضل ورا مكة خطوة بخطوة لحد ما يتم شفاها على خير. بس حبينا لكل المشاهدين اللي في البيوت يشوفوا حالة الطفلة مكة، يشوفوا الإهمال ممكن يوصل طفلة لإيه. عشان كده لازم كلكم تفضلوا ورانا وتفضلوا متابعينا خطوة بخطوة لحد ما مكة تقوم بالسلامة، وأي حد يحس ان حد مقصر في حق ابنه او بنته ما يسكتش. ما ينفعش نسكت، ما عندناش اغلى من ولادنا عشان ناخد حقهم ونتكلم عنهم. كملوا معايا، هروح دلوقتي للدكتور وائل عياد اللي هو تولى حاله مكه من اول يوم عرضنا عليه الحاله، ربنا يجازيه خير. زي ما قلت لكم خدها في عيادته الخاصه من غير ما ياخد مننا ولا جنيه، هو اللي هيكمل معاها وهو اللي هيعمل لها العمليه. خلينا نروح نشوف دكتور وائل عياد هيقول لنا مكه وصلت لايه ومحتاجه ايه عشان تخش العمليه، وكمان هيتكلم في الموضوع ان جنرال بالشكل عام، وهيقول لنا مشاكل الاورام والامراض اللي بتيجي بسبب الاورام الدمويه دي، عشان كل اهل بيتفرجوا يستفادوا من دكتور وائل ومن الكلام اللي هيقوله. ما حدش يروح في اي حته.